لا للمركز الثقافي ولا للمجموعة الجمعيات اللي كتنظم الأنشطة ديالها، إما بالتعاون مع المركز أو بالفضاءات التابعة لهذا المركز هذا. فالكل كيعرف باللي الساعد حق رجوع هو مناضل في الحقل الثقافي يستحق كل التقدير والتوجيه والتشجيع. كذلك كاين واحد الشخص اخر هو لا يقل عنه عطاء وتضحيه، غادي نذكر السميه ديالو من بعد ما نسلم الشهاده ديال المشاركه، وهي الحقيقه شهاده اعتراف وتقدير وتوجيه كما قلت في الخدمات اللي كيقدمها ساعة الحق خروج. تفضل. بمعنى هاد الاغنية دابا عندها 33 سنة في العمر ديالها قبل العنوان ديالها غفلي، كتبدا بكلمة حكرونا، يعني في واحد الوقت كنا حنايا تعرضنا لواحد مجموعة المضايقات لواحد المجموعة ديال الناس ديال الجهات على رأسهم الأسر ديالنا اللي ما كانوش كيأمنوا مقتنعين بهذا الشيء اللي كندير. غادي نهينا على القرايه ديالنا على القاعده، رغم اننا كنا كبار وكنا عارفين راسنا اش كنديرو، فخاطرنا الاساتذه ديالنا واحد المجموعه ديال الناس اللي ما كوناش كانوا كيعتبروا هذا النوع ديال الاغنيه ربما في ذاك الوقت من نوع الهابط ما نعرفش حاجه بحال هكا، فنادينا انهم حقرونا حسبونا غافلين ظنونا هاملين انفسنا للجير، سكاتنا يضلل بعدنا يغر غيابنا يحير يثير حال المسائل، في ظهورنا يطعنونا وينعتونا في العيوب. يوم القيامة يوم تعبت يا
طابع يغش كل علاقة الجهوي إذا اعتبرنا على أن السي محمد بلعش ولا قاطن بطنجة سي خمر تقوان فوكسية رايا قلسة يقوة المجموعة نظرا ربما الحالة الحضورية ديالها سعادة الحضورية ما هيش معنا في الخشبة هي دابا راهي في الرباط وكما كيعرف كثير ديال الإخوان من الجمهور ديال المجموعة كاينة المجموعة فيها 8 عناصر الآن 4 اللي كاينين إذا ربما أننا ما تمكنوش باش نستمروا في الغناء ديال الأغاني ديالنا ولكن كيبقى الباب مفتوح كتكريم أولا للأغنية بالجي أو الظاهرة الغنائية بشكل عام من جهة ومن جهة ثانية ربما أننا كنعرف كاين بزاف ديال الإخوان اللي كيعشقوا هذا اللون هذا خصوصا الأغنية الشهبية والغيوانية والرصادية إلى آخره الأستاذ عزيز قنجاع سي عبد الخاطر السبيطي الجنوني الأخ حمد القرشاري الأستاذة زوجة صديقنا وأخينا السي عبد الحق عبد الخالق المحفوظي إلى آخره اسمح لي الأستاذة الزوجة ديال السي عزيز قنجاع هما من الناس اللي كيعشقوا هذا اللون الغنائي هذا فاحنا راه كيشرطوهم حنا في جلسة ختامية ديال مجموعة أصداء سعود ديال ألبومات في وسائل يعني التواصل وسائل التواصل الاجتماعي كاين العديد عاود كاين في يوتيوب كاين في فيسبوك إلى آخره كاين واحد العديد واحد المجموعة ديال الأغاني كثيرة كاينة لا تصورين هي جاهزة ولكن العدد ديال الأغاني اللي عند المجموعة خصنا نقلبوا الرقم غادي تولي 64 يعني 40 جاهزة واللي كيبقى من 64 شي مكمل شي باقي من الحال شي السخرية ديال الرتوش إذا كنا حنايا في 40 سنة عطينا هذا القدر هذا باعتبار أننا ما متفرقينش وعلى أننا ما مجموعينش في مدينة أخرى فتبارك الله شكرا لك صحنا طايشين في اللي بنزاد الهلال خواعيشين
جهه واحده ما عرفوش الشباب الرياضه، لان انا رئيس قسم فيها هذيك ربما كندخل كيفاش، ولكن لستنينا الشباب الرياضه اللي انا كنتمي ليها جهه واحده هي المركز الثقافي العلاج. كنحيي جميع الاطر اللي كتشتغل في هذا المركز هذا باسم المجموعه ديالها، باسم 40 سنه من التواجد، باسم 40 سنه ديال الجهد ديال العرق ديال الدم ديال اللي بيتو ما خصنيش نفعل، لان 40 سنه ديال المعاناه. كنحيي كل واحد في المركز الثقافي من السي احمد الاشرقي مرورا بالسي ادريس علوش السي شاكيري، ما بغيتش ننسى شي واحد، الى عبد الله كروشو، الى كلهم تبارك الله عليهم وشكرا. عنده 30 عام ديال العمل. السي شعيب التحق مؤخرا بنتي قدسية السلطاني اللي حتى هي راه هي فينا هي هذيك عضوة المجموعة، حتى هي إطار يعني رئيسة المصالح الاقتصادية والمالية في النيابة ديال التعليم ديال الخميسات. السي مصطفى هارون اللي هو عضو ديال المجموعة واللي هو فنان يشهد له بالكفاءة والنجابة والإجادة، هو مهندس صوت وتقنيق استوديو، هو ملحن، هو عازف إلى متعدد إلى آخره. ومنهم سي محمد بن حيون رحمه الله. وهذا كان الموضوع ديال اخر نشاط بناه هذا العام هذا في البهو ديال المركز الثقافي في المعهد الموسيقي، يعني تخليدا للذكرى الثامنه لانتقال هذا العضو الفارس من المجموعه الى رحمه الله. عدا ذلك محمد مرزاق عضو المجموعه ايضا ولا زالت تناضل منذ 40 سنه تميل بخمره اصدار. انا كنكتب 40 حلقه كنكتب فيها ونارخ للمجموعه ونكتب الذاكره ديالها 40 سنه 40 حلقه، لان وصلت للحلقه 27 باقى 13 حلقه ونكمل 40 ان شاء الله. وغنستغل الفرصه ديال التواجد ديال السيد المدير الجهوي الى قدرتوا تعاونونا ننشروا هذا الكتاب هذا من بيوتكم. أما الألبومات اللي شرا غادي تشوف الصور بزاف. شكرا لكم، تبارك الله عليكم. وباب الفتح يفسخ القيد يهزم العار، كون رصيد يحكي الحبيب، صنع فريد باهي بالله. سرين التلفة بمكر وجفة، زادت خلفة ورفعت حجاب، لا جلوفة والغدير صفا والحال مخفى، هذا كان شباب بهمة وخفة، بلغت ضفة وعاد الكفة وسرج الكاب. هذاك النايم سبح الدايم، امانك لايم وديما محتار، كون فاهم راك واهم، صول وداهم وكون مغوار. نبغيك حزم دير اللازم ونوض عزم، سكت المصار نشط وبصمت، خطط ورسم قرر وحسم. يا شكرا نشوف هذه كلمة هادو كتبتهم 10 ابريل 88، كتبت المولد اللي خلق من بعد 10 ايام، الان عنده 30 سنة في العمر ديالو، ولا زال هاد الاغنية ديالو حتى هي تناضل من اجل البقاء.
الفيلم.